عليكم مشاهدينا الأحبة وحياكم الله، كل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله، من الذين يحيون عيد الأضحى المبارك بالبسمة والفرحة وبالعادات والتقاليد الأصيلة التي توارثناها عن الآباء والأجداد والتي كانت حاضرة معنا، إن شاء الله تحيا بها أجواء هذا العيد. حلقتنا لهذا اليوم راح تتضمن العادات والتقاليد الخاصة بعيد الأضحى المبارك من برنامج فرحة عيد، إن شاء الله نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومتابعة ممتعة، خليكم ويانا. من جديد حياكم الله مشاهدينا الأحبة، نلتقيكم بهذه الحلقة وضيف كريم لهذه الحلقة دكتور حازم، حياكم الله دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. احنا صراحة عرفناك بحلقاتنا الأولى، الله يحفظكم، باختصاصك النفسي، علم النفس التربوي أكيد، الله يبارك فيك. إن شاء الله نستمر بهذه الحلقات ومحاورنا التي الله تطرح. اتفقنا بهذه الحلقة نتكلم عن العادات والتقاليد. نعم. كانت أجمل عادات، أجمل تقاليد. نعم. ممكن يحييها الشعب العراقي، يحيي بها فرحة العيد، بهجة. نعم. العيد. نعم. لكن لاحظ بالآونة الأخيرة بدأت تختفي هواي من العادات والتقاليد. نعم. بداية كل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أيامكم بما فيها الرضا وطاعة الله سبحانه وتعالى. موضوع العادات والتقاليد، العادات والتقاليد بأبسط تعريفها هي مجموعة الأفكار والسلوكيات الموروثة من الأجيال السابقة. نعم. هذا بأبسط تعريف. العادات والتقاليد قد تأتي أفكار وقد تأتي سلوكيات. والأفكار ترجمتها سلوكيات حقيقة، لكن قد تكون أفكار بدون سلوكيات، وقد تكون سلوكيات لا تكون إلا بأفكار. الأفكار كثيرة في المجتمع، أفكار سواء كانت عشائرية، اجتماعية، طبقية، تعليمية، أي شيء حقيقة موروثة، حتى عبر عنها بالقرآن بعضها بالأعراف، الأعراف الاجتماعية. جميل. السلوكيات موضوع اللي يخص الحلقة، وهي موضوعة العادات والتقاليد والسلوكيات في الأعياد. البعض والغالبية العظمى منها هي عادات وتقاليد وسلوكيات موروثة من الأجيال السابقة. جميل. تتحكم بها المحيط الاجتماعي. كمثال على ذلك، عندما نرى بأن الأغلب العوائل في فترة العيد تضع مدن الألعاب من المرتبة الأولى. حقيقة تضع زيارة الأقارب أيضا بالمرتبة الأولى. جميل. تضع الذهاب إلى المقابر في المرتبة الأولى. هذا من الموروث. قد تكون هنالك رواية ربما على زيارة القبور، حقيقة لا أستحضرها وما أعرف هذا الشيء. نعم. لكن الموضوع، هذه الموضوعات محددة من خلال موروث سابق للعادات والسلوكيات للأفراد. نعم. نتكلم عن 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 هذه الموضوعات بمدى تقربها أو صلاحها وقربها من الله سبحانه وتعالى. نعم. كمثال على ذلك، الذهاب إلى بعض الأماكن الترفيهية الشديدة الازدحام. نعم. الذي يصبح فيها حقيقة العديد من المخالطات المشبوهة. قد يقول البعض بأن هذه الآراء هي آراء متزمتة، آراء كلاسيكية، هي آراء عديد من المصطلحات الحديثة. جميل. لكن بالحقيقة حتى الأفراح يجب أن تكون أفراحا عقلانية. جميل. تلتزم. نعاني عفوا من ذكرنا العادات والتقاليد اليوم، اللي جذبنا لهذا الشيء أنه إحنا كنا بسلوكيات مختلفة عن سلوكيات اليوم. نعم. لذلك يعني السلوكيات اللي انطلقت اليوم واللي انتشرت اليوم مخالفة للسلوكيات السابقة، وصفناها بالعادات والتقاليد، لكن هي سلوكيات كانت عند آبائنا وأجدادنا، ممكن تعايشنا وياها بفترة من الزمن، لكن بدأت تتغير أو تنقلب هذه السلوكيات. أغلب أو بعض سلوكيات التي نعيشها اليوم هي سلوكيات حقيقة مجنونة. نجد الأفراح مجنونة. نعم. نجد الأحزان مجنونة، حتى تعابير الحزن لدينا مجنونة حقيقة. نعم. ما نشاهده لدى البعض حقيقة، الأفراح هنالك ليست حقيقة. عند المقارنة بين البعض ما رأيناه وما سمعناه من الآباء والأجداد وبين ما نراه اليوم، نجد هنالك فرقا شاسعا.
فترة العيد كان الإنسان على بساطته، بملابس بسيطة، بتقاليد العيدية البسيطة، يذهب لزيارة الأقرباء ويجلسون ويتسامرون ويتحدثون، وما لهذا الحديث من سلوك مهم جدا لتعلم الطلاقة والألفاظ. حقيقة لدينا أجيال، بعض الأجيال الحديثة لا تتعلم بل لا تعرف معنى الحديث، آداب الحديث، أخلاقيات الحديث. البعض حقيقة يعاني من ارتباك، لا يستطيع أن يتحدث بلباقة أمام المجتمع. في السابق يسبب عزلة هذا أيضا. في السابق كانت هنالك الحقيقة المجالس أو مظايف المناطق الجنوبية ونظايف العراق وما شابه، هي عبارة عن تعلم بالملاحظة، هي أول أنواع التعلم لدى الإنسان، لدى المقاييس النفسية الملاحظة، التعلم بالملاحظة. أنا أتعلم من سين من الناس، من حركة فلانية، من كلمة فلانية، أخذها وأخزنها لدي، أعيدها بترجمة بسلوك يخصني، وأرى لدى صاد من الناس حركة وكلمة ليست جيدة أبتعد عنها. هذا هو التعلم وترجمته من خلال السلوك. لكن حاليا عندما نرى هنالك توجهات إلى مناطق فوضوية، مناطق صحيح قد يكون ينجذب إليها الأطفال، قد ينجذب إليها، يجب أن يكون هنالك اختيار لمناطق الأفراح كاختيارنا للطعام. جميل. عند الدخول للأسواق، عند الدخول للأسواق حقيقة ينتقل الفرد منا البقالة أو الطعام الجيد عن الطعام غير الجيد، الطازج إلى آخر. لكن الأهم من ذلك هو انتقاء أماكن تواجد العائلة. هل هذه الأماكن موبوءة؟ هل تحوي عدد من الفطريات الأخلاقية؟ والمستمع الكريم يعلم ماذا أقصد بهذه الكلمات. هل يحتوي على العديد من العوق الفكري؟ هذه الأمور يجب، بل يتحتم على قائد الأسرة ورب الأسرة الذي أعطاه الله عز وجل قيومية العائلة وقبطان السفينة، أن يضع البديل. أنا لا أقول حقيقة أن يكون هنالك تصادم وصراع عائلي واجتماعي، لا لا، اللي نتكلم عنه اليوم في حال تم عدم، يعني أنه مثلا النظر لهذا المكان ما يليق بالعائلة مثل ما ذكرنا، بالتالي إذا صار المنع أيضا راح يسببنا بمطب. أنا من المؤيدين من قضية المنع ببديل، أما منع من غير بديل لا يسولف لي بهذا الكلام بتعبيرنا العامي. أن يكون المنع ببديل. حقيقة الشيء بالشيء يذكر، للمثقف عدة تعاريف، عديد من التعاريف. أحد هذه التعريفات يقول بأن المثقف الذي ينقد من غير بديل لا يسمى مثقف. جميل. أنا أقول بأن الشخص الذي يمنع بأن يضع البديل. جميل. أماكن ترفيهية هادئة جميلة طبيعية، أبنائي مثلا يحبون أنواع من الطعام، حضورها لهم حقيقة تكون هنالك مفاجأة بإحضار هذا الطعام، وهذه الأمور من طريقة حقيقة رب الأسرة. هو مثل ما ضربنا مثال، هو قبطان للسفينة. قبطان السفينة يستطيع قراءة خارطة النجوم وخارطة الأرض. جميل. والتحكم بالأمواج، ويستطيع قيادة السفينة بالأمواج الهادئة والأمواج. هو هذا أبسط تعريف لقبطان السفينة. جميل. إذا كان هنالك امتحان بسيط لا يستطيع قيادته، فحقيقة الشيء بالشيء يذكر. نسترسل بالحديث، هنالك رأي لأحد العلماء حقيقة في أحد دول شرق آسيا وضعوه قبل مدة، هنالك بطاقة تعريفية للشخص الذي يتزوج، هل هو صالح للزواج أم لا؟ جميلة جدا حقيقة، وأتمنى بأن تعمم. لماذا؟ قالوا بأن قيادة الأسرة هي لا تقل أهمية عن قيادة السيارة. لماذا قيادة السيارة تخرج له إجازة وقيادة الأسرة لا تخرج له إجازة؟ فالشيء بالشيء يذكر. إذا كان هذا الشيء البسيط لا يستطيع أن يضع له بديل ولا يستطيع أن يتحكم، قراءة بسيطة للمكان الذي سوف أذهب بعائلتي إليه ولدي تصور عن هذا المكان بأن هنالك مثل ما وضحنا أشياء غير مرغوبة،
أضع لها البديل أخطط لها جميل. من الآن من الآن جميل. أخطط له جميل. إذن نعم. بمرحلة التخطيط وصلنا بأولى فقراتنا من الحوار، أكيد نكمل هذه الفقرة. التخطيط يحتاج إلى دراسة كبيرة، يحتاج إلى دراية، أن يكون ملم الأب اليوم بجلب البديل بمنصبه البديل. أولا كأب نعم. للأسرة نعم. ومداراة العائلة من غير تصادم. جميل, نعم. جميل جدا. إذن خلي نروح للأحبة زميلنا عمار غفار، وهو الآن بين جموع الموالين والمحبين ينقل لنا هذه الأجواء الرائعة، هذه التهاني والتبريكات. مشاهدينا الأحبة دعونا ننتقل للزميل عمار غفار. حياك الله يا عمار، كل عام وانت بخير. عمار الآن نتمنى أنه تضعنا بأجواء العيد، هذه الأجواء الجميلة الأجواء الرائعة بهذه التغطية الخاصة ومع هذه الكلمات من المحبين وكلمات الموالين. إلى عمار تعالوا معنا. نعم زميلي محمد تقي، كل عام وانت بألف خير، وكل عام وضيوفك الكرام أيضا بألف خير، كل عام وأنتم بألف ألف خير. مشاهدينا ومتابعي قناة الإمام الحسين الفضائية، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. مثل ما عودناكم خلال أيام العيد الأضحى المبارك تكون لنا لقاءات وتغطيات خاصة في مدينة كربلاء، مدينة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليكم، كل عام وأنت بألف خير، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. السلام عليكم، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع وعلى أمة محمد وعلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله عيد مبارك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعاً خلال أيام عيد الأضحى المبارك دائماً تكون لنا في الطقوس اللي هي زيارة الأهل والأقارب. زيارة الأقارب. أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، شلون كانت أجواء العائلة خلال عيد الأضحى المبارك؟ والله خير وبركة، والأقرباء والأهل والحمد لله. المن رحتوا عايدتوا؟ والله الأهل والأقارب ومنا ومنا والجيران. أكو شخص خلينا نقول زعلان عليك بهذا العيد حابة عايده، أو أنه لله. حاب تسلم على فت شخص ما شايفه صار لك فترة؟ لا الحمد لله كلهم شايفهم وكلهم سلم يعني عليهم، كلهم قريبين عليك. كلهم قريبين لا الحمد لله، ماكو زعل بعد عمري بعد عمري بعد. الله يسلمك، سلام عليكم، عيد أضحى مبارك إن شاء الله. كل عام عيد أضحى مبارك عليكم على الأمة الإسلامية جمعاء، وبركتم على هذا البرنامج الرائع، ونشكر تواصلكم مع المواطنين الكرام، وكل عام وأنتم ألف خير. الله يسلمك، عايش ايدك. خلال ايام عيد الاضحى المبارك اكيد اكو فتهاني خاصة، فد كلام خاص حاب انه تعايد من خلال شاشة قناة الامام الحسين الفضائية. احب اعايد اولا كادر شاشة قناة الامام الحسين الفضائية، شكرا جزيلا، المتميزين دائما وسباقين بنقل الاحداث، وعايد ثاني الامة الاسلامية جمعاء ومهاجعين العظام بهذا بهذا العيد الاضحى المبارك الذي من خلاله تتواصل جموع المؤمنين، تتبادل التهاني والتبريكات، لتكون تواصل دعم وقوة بين روابط المسلمين. عشت ايدك. طبعا خلينا يعني شلون مثل ما تقول طماع بالسؤال وياك، عندك شخص مشايفه صار مثلا سنين حاب انه تعايده من خلال شاشة قناة الامام الحسين الفضائية، شخص زعلان عليك؟ طبعا احب اعايد بهذه مناسبة جميلة ارواح ضحت من أجلنا، وهم شهداء الحج الشعبي المبارك اللي قبل فترة قصيرة مرت ذكرى تأسيس وذكرى انطلاق فتوة الجهاد الكفائي. فحب أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، والله يرحم شهدان الأبرار ويحفظ قواتنا الأمنية بكل كافة صنوفها البطلة. شكرا جزيلا لك، طبعا كانت دعوة جميلة وكان كلام رائع بذكر الحشد الشعبي وشهداء الحشد الشعبي، أكيد من ننساهم نقول الأرواحهم الزكية إن شاء الله في جنات الخلد، وعوائلهم نقولهم كل عام وأنتوا بألف خير إن شاء الله، ودائما يتجدد عطائكم لهذا البلد، بلد الإمام الحسين، بلد أهل البيت سلام الله عليهم. سلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بألف خير. شلون بصحة وسلامة؟ شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. شو اشوفك تعبان؟ لا والله ما تعبان. ما تعبان. اي والله. حديد ان شاء الله. ان شاء الله حديد. ان شاء الله. سولف لي انت، خلينا اولا اعرف انت مين، من الحلة؟ انا من الحلة. يا اهلا وسهلا. شلون اجواء العيد تشوفها بكربلاء، وشلون شفت الاجواء العيد بالحلة؟ والله اجواء العيد بكربلاء كلش حلوه، يا الاصدقاء والاقارب. بس بدك تفتر لي شويه هيك. لا لا العفو، هيك يصير لي. اي
والله أجواء العيد حلوة كلش ويا الأقارب، ويعني مخصوصا عندنا أصدقائنا هنا من كربلة. نعم. دائما كل سنة نعايدهم دائما تتواصلون أو تجون لهم الكربلة؟ نتواصل وياهم ونعايدهم دائما. نعم. بس السنة راح نفترق عنهم شوية، وأنا أحب أعايدهم كل عام وأنتم بألف خير. ليش تفترق عنهم؟ لأن انتهت سنة دراسية وخلصنا من سنة دراسية أربع سنين. يعني زملاء الدراسة. زملاء الدراسة منا. نعم. من كربلة، وكل عام أنتم بألف خير، نعاد عليهم بالصحة والسلامة. واتمنى آخر سنة يكون لو أكو آخر سنة آخر لا آخر سنة آخر سنة آخر مرحلة. اليوم بخصوص اليوم افترقنا، وكان وداع كلش مختلف يعني. واتمنى إن شاء الله يعني يجدد لقائكم إن شاء الله، يعني خلال أيام عيد الأضحى، خلال مناسبات هواية تكون بكربلة أكيد يصير عندكم لقاء، يصير عندكم تواصل. طبعاً هي المرحلة الدراسية خصوصاً مرحلة الكلية إحنا مارين بها، يكون آخر يوم الوداع شوية محزن، لكن أيام العيد الأضحى، أيام عيد الفطر، المناسبات الدينية دائماً إنه تجمع الأصدقاء، نجمع بهم ونلتقي بهم إن شاء الله، يكون إعزاز على قلوبنا وإن شاء الله لا يحرمنا منهم إن شاء الله. شنو كليتي؟ خلينا أنا كلية تمريض جامعة الصفوة. يا أهلا وسهلا، إن شاء الله بالتوفيق، نقول لك موفق، وإن شاء الله أنه تمارس اختصاصك إن شاء الله، يعني مو بصعوبة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نمارس أوجه كلمتي قناة الإمام الحسين، وأتمناهم كل عامهم ألف خير ونعاد عليهم بالصحة والسلامة، وأتمنى يكون تميز ونجاح دائما إن شاء الله. شكرا شاء جزيلا. تعال يمي، تعال خلينا ناخذ من عندك تهاني. السلام عليكم. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، صحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله بألف خير، موفقين إن شاء الله. الله يسلمك. بس افتر لي شيء عايشت إيدك، سولف لي مين جاي من يا مكان. من الحلة والشرف انه حضوركم هنا، والشرف ببرنامجكم الجميل. اهلا وسهلا. ان الشرف ان الشرف. انا سمعت او غششوني انه انت جاي هنا حتى تحجز زواجك عن قريب ان شاء الله. صحيح. صح؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون يعني قالين عليكم انه مكانكم جميل وراء. واشكر انه ليش اختاريت هذا المكان؟ والله انه مكان مقدس، هو يعني مكان حلو وجميل، مكان مقدس قربا من اهل البيت سلام الله عليهم. ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى لك عيد سعيد، وكل عام وانت بالف خير ان شاء الله. اكو فد رساله حاب توجهها خلال من خلال قناة الإمام الحسين الفضائية وخلال أيام عيد الأضحى المبارك؟ نقدم لنا رسالة إنه إن شاء الله يكون الأمن والأمان، وإن شاء الله يكون برنامجكم الجميل وراء، والتوفيق لكم الدائم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم محمد تقي، طبعا كان يعني لقائنا ويا الشباب المميزين لقاء مميز، خصوصا أحد الأخوة ذكر فالشريحة جدا مهمة، ضحت وثابرت بأنفسها وأعطت أنفسها الغالي والنفيس في سبيل البلد وفي سبيل حفظ عتباتنا المقدسة ومراقدنا المقدسة، ألا وهم الحشد الشعبي. الرحمة والخلود لهم إن شاء الله، ولجرحانا أيضا الشفاء العاجل، ولعوائلهم إن شاء الله التوفيق والأمن والسلام للجميع ولجميع ربوع بلادنا العزيز. محمد تقي، يمكن أطلت عليك بهذه الحلقة، أتمنى لك التوفيق وعيد أضحى مبارك عليك إن شاء الله. شكرا للزميل عمار غفار على نقل هذه الأجواء وهذه التهاني. مرة أخرى دكتور حياك الله. حياكم الله، بارك الله بكم، الله يحفظكم، الله يعزكم. وصلنا لمرحلة التخطيط. نعم. التخطيط مهم جدا، تأهيل الأسرة مهم جدا. الأب ذكرنا أنه هو القبطان اللي يتحكم بالسلوكيات الخاصة بكل الأسرة. كيف يؤهل الأب اليوم إذا كان بعض الأباء؟ نعم هنا نعم راح نوصل إلى منطقة شبه محظورة. نعم. حقيقة إذا أردنا أن نعالج فيجب أن نشخص، والتشخيص قد يؤلم أحيانا حقيقة. بعض الآباء حقيقة لا يصلح أن يقود دراجة، وقد تؤيدني بهذا الكلام. فكيف أسهل ما حقيقة هذا الكلام ننطلق من وجود إحصائيات مهمة حاليا في العديد من المحاكم. محاكم هذا هذا هو المحاكم اللي تجد محصورة في مناطق معينة، لا في كل المناطق وفي كل البلاد، لكن الملفت للنظر بأن الطلاق والمشاكل محصورة بأعمار محددة، النسبة العظمى،
من تقريبا 13 سنة إلى 20-25 سنة. هذه الفترة القريبة من الانفجار العاطفي، المراهقة، الانفجار السلوكي، شو نسميها سميها، هذه تحتاج إلى نظرة ووقفة. الإنسان في هذه الفترة هو عبارة عن طاقة غريزية متفجرة يحاول إشباعها، يرى بالإنسان الآخر هو غريزة والإنسان الآخر ينظر إليه نفس الشيء. بعد فترة، بعد إخمادها، ينتبه الإنسان إلى نفسه، ينظر إلى الأمور الاقتصادية، إلى الأمور الإدارية، إلى الأمور الاجتماعية، إلى الأمور التوافقية، يجد أنه قد وضع نفسه بمأزق. في هذه الفترة تبدأ الصراعات. هنا إذا نريد نأهل أو هناك عفوا الصراعات تكون داخلية ممكن حتى نعم واجه نلاحظها، يعني مشاكل حقيقة كبيرة جدا. موضوع التأهيل الوقت نستثمره بصراحة ينبع بأنه قد مثل تجربة، أشوف التجارب، تجارب الدول لا بأس بأن أستثمر هذه التجارب حقيقة. أنا عندما أشوف بأنه هذه البلد صنعت هذا الجهاز المعين، أقوم باستيراده والاستثمار به. هذه التجربة لبلد معين مثل ما ذكرنا بأنه وجدوا بأنه وجود إجازة خاصة لكل شخص، لا بأس بأن يكون هنالك خبير اجتماعي، خبير نفسي، خبير عاطفي، خبير مادي، لا بأس، والتوافق المادي، يرفعون توصيات لدراسة مدة شهر، ها؟ هذا الشخص صين من الناس يصلح للزواج، مؤهل لأن يدير العائلة بالحد الأدنى، لا بأس بذلك، كل إشكال ماكو كل إشكال بيه. نقطة ثانية حقيقة، تعريف موضوع النضج. إذا بلغ ولدكم الحلم فزوجوه، أحاديث عندنا، أو من سعادة المرء أن لا تحيض الفتاة في بيت أباها، أكو أحاديث بهاش. تعريف هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة حقيقة. تعريفنا للنمو، هل هو النمو الجسدي؟ إذا كان النمو الجسدي جاي نشوف أكثر حالات الطلاق هي فترات أعمار صغيرة، إذن يجب أن ننظر إلى النمو للموضوع النضج وليس نمو الجسد. كم شخص نراه هو كبير في السن لكن تفكيره تفكير بسيط، تفكير مراهق ربما، وكم شخص هو صغير في السن لكن لديه رؤية وفكر كبير في السن. إذن يجب أن يكون موضوع النضج هو موضوع المدار، وهذه هي العقبة الحقيقة اللي وقع بها الكثير من الأشخاص، خلنا نقول بهالجانب هذا. الموضوع المادي موضوع مهم وما نبالغ به باعتباره حجر أساس لبناء أي عائلة. صحيح، ممكن دكتور احنا نقدر نتجاوز هذه المراحل، بلي هي ممكن بعض المراحل الأخرى، الاختلاف ممكن بالعادات والتقاليد، لكن التأهيل الحقيقي أو قدرة الأب على إدارة العائلة هي الأهم. أهم. ممكن لتكون بالمرحلة الأولى، يعني ممكن المادة تتوفر بمرور الوقت، صح. ممكن يعني الأمور تسير داخل العائلة إذا كانت منظمة، إذا كانت طبعا بالاتفاق ما بين الأسرتين والعائلتين، ما بين الشاب والشابة المقبلين على الزواج. لكن تأهيل الأب مرحلة عملاقة. يعني إذا ما نأهل من الطفولة، إحنا نرجع لحلقتنا الأولى بالتالي، إنه من الطفولة لبنى الأساسية يتأهل الطفل، من ثم المدرسة والعائلة فوقها، وصل لمرحلة أن يدير عائلة. صح. هذا التساؤل اللي صح. بالحقيقة هو موضوع دسم هذا. نعم. موضوع بناء شخصية الأب باعتباره هو ربان السفينة، السفينة اللي تحول الأم والأطفال والأبناء. اللي هم وهذا إشارات كبيرة جدا حقيقة بالقرآن الكريم، إشارات رائعة جدا لاعتبار هذا الإنسان هو اللبنة أو هو الخلية الأولى للمجتمع وقيادته. تأهيله مثل ما ذكرنا، تأهيله يحتاج إلى نظرة ثاقبة. أولا الأسرة اللي ينشأ بها هذا الإنسان، أنا أولا أستشعر أهميتي، أنا من أريد أسوق هذه العائلة، يجب أن يتحمل مسؤوليتها. الإنسان حاليا اللي يقدم على أي شيء حقيقة مو فقط الطعام ولا فقط الملبس والمأكل والمشرب، السلوكيات،
باكر انا ابني او ابن أو, او او بنتي راح يشيلون اسمي. هذا الاسم مهم جدا. انا عندما اشوف صراحه الامام علي عليه السلام عندما اختار ونقب وبحث عن السيده ام البنين عليه السلام، انتبه، هذه نقطه مهمه جدا حقيقه، رساله عبر الزمن بانه ايها الانسان يجب ان تكون صاحب رؤيه وتتانى بالاختيار، وان تبحث عن مواصفات محدده، وان تبحث على مقاسات معينه. هذه المقاسات توافقيه حقيقه كبيره جدا. هذه التوافقيه اعادت صياغه الانسان وفق رؤيه محدده، تعتبر انطلاقه مهمه لبناء الاسره. تاتي الاسره بالجانب الثاني او بالقالب الثاني، هي الامراه. الامراه هي المكمل لشخصيه الرجل. وكم من شخص، كم من رجل اعادت بناءه المراه، وكم من امراه عاد بناءها الرجل. ومن سوء حظ العوائل او العائله بان يجد الرجل والمراه لا يصلحان للقياده. هذه من سوء حظ العائل. وكم راينا حقيقه العديد من العوائل قد اصبح الاطفال ضحيه لهم. إعادة صياغتها، يجب أن تنطلق الأسرة بمبدأ مهم جدا، بأن لا غالب ولا مغلوب. بماذا؟ الرجل دائما يبحث عن القيومية، أنا ربكم الأعلى، أنا 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 أنا. الرجل باعتباره شرقي، منطلق من منطلقات بدوية، منطلقات رجولية إلى آخره. وتأتي المرأة تريد أن تثبت لأنها ليست ند، بأنها ندا له، بأن شخصيتها لا. يجب أن تنطلق منطلق بأنه الاحترام، بأن هذه السفينة يجب أن تمشي بالتعاون، هذه السفينة يجب أن تقوم على أساس مبدأ القيومية. كم رأينا من نساء استطاعت أن تقود عوائل وتصل أشخاص أصدقاؤنا إلى مناصب وإلى أماكن وإلى قيادات وإلى حتى علماء صراحة. المرأة قادت رجل وصلت يعني بعد كبير جدا، كبيرة ممكن بحجم التأهيل، هي مؤهلة بشكل رائع جدا. ما يتقبل باعتبار انه انا انطلق من منطلقات رواسب الجاهلية، ترى استاذ لم نتخلى عنها، ما زالت فينا عبارة عن جينات تظهر بين الحين والاخر، تبقى فينا مهما كان. هذه الرواسب تظهر من خلال علاقتنا مع المرأة، ولا شنو معنى بأنه بعض المناطق حقيقة لا 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 يخجل من أن تجلس المرأة بجانب، يجعلها دائما تسير خلف، أو بمعنى أنه أغلب النساء تحمل الطفل وتحمل الحاجات، والرجل يحمل فقط مسبحته. عجيب، هذا المنطق نحتاج إلى شوية مراجعة، شوية نقول عليها فرمة ذاتية مع الإنسان، وأن ننظر إلى الأمر ونقيسه بمقياسنا أمام الله عز وجل. يلعب دور اليوم التأهيل الخاص بالإنسان اليوم، أنا مثلا بهذه العادات بهذه التقاليد، لكن اليوم أريد أهل نفسي بشكل صحيح، أريد أعيد صياغة هذه العادات. أنا بمجتمع مبني على هذه، لكن أنا اليوم أطمح لتغيير نفسي بهذه العادات، أطمح لتغيير هذه التقاليد. هذا راح نتناوله إن شاء الله بالشق الأخير من حلقتنا اليوم. إذن خلي نروح للأحبة، فرقة الإنشاد الولائي والإنشاد الشعائري بجمال كلماتهم بجمال أناشيدهم. خلي نروح لهذا الجمال وهذه الأناشيد الجميلة وأحياء العيد بالصورة الأبهى والأجمل. إلى هناك مشاهدينا الأحبة، تعالوا أعيانا لمشاهدة هذه الأهازيج الجميلة، هذه الأناشيد الجميلة. إلى هناك كونوا معنا. في يوم الغدير علتنا الصب أميري، في يوم الغدير علتنا الصب أميري، في يوم الغدير علتنا الصب أميري، رغما عن نواصيب علي تبقى أميري، علي تبقى
في يوم الغدير علتنا الصب أميري رغم عن نواصي تبقى أكيد 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 أكيد. هذه الأفراح حقيقة تعيد فرمتة الإنسان حقيقة حقيقة عبارة عن ترابط كبير بين الإنسان. أجواء جميلة. هني اليوم مهدينا نبقى على العهد يا رب خلينا نبقى على العهد يا رب خلينا وعود بخير يا رب السماء علينا وعود بخير يا رب السماء والي وتبقى والي وتشيل الراس رغم عن النواصب علي تبقى أميري علي أميري علي تبقى الله بيوم الغدير الهادي ظل يخطب من رب السماء والي علي تنصب من رب السماء والي علي تنصب فاز اللي بسفينة حيدر يركب يفاز اللي بسفينة حيدر يركب اي واللي ينكر عليه اي واللي ينكر ولاية علي تعذب اي واللي ينكر ولاية علي الله فاز من يوالي وخاب من يعادي رغم عن نواصب علي تبقى أميري في يوم الغدير علي تنصب أميري رغم عن نواصب علي تبقى أميري الناس أخوتها الناس ملتمة ونبينا حاجة حماي الحمى كلها تنصيب الإمامة أمر جاي من السماء الناس ملتمة ونبينا حاجة حماي الحمى كلها تنصيب الإمام أمر جاي من السماء بس لك ترهم وغيرك ما هو قد الموزمة أخوتها أعمها وتفصل طولك وداها تفصل طولك تفصل طولك هلا بك هلا وداها تفصل طولك وداها تفصل طولك وداها بالغدير الهادي أعلن بيع جدام الملا كلهم بجال الإمامة تعيش حرة مدللة بالغدير الهادي أعلن بيع جدام الملا كلهم بجال الإمامة تعيش حرة مدللة وارتجز من شال كفة ما تصير إلا إله يدورون الحق رايا وسيف يدورون الحق يدورون الحق رايا وسيف يدورون الحق يدورون الحق رايا وسيف
بعد دورون الحق رايا وسيف دورون الحق دورون الحق رايا وسيف صلوات شكرا للأحبة على هذا الجانب من الإنشاد الجميل. صراحة فرقة الإنشاد الشعائري ما قدموا من أهازي جميلة. إحنا محتاجين شوية هذه الفواصل بلي 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 الأناشيد اللي تقربنا وتخلق البهجة والفرحة والابتسامة. نعم. بالعيد حقيقة الفترات الماضية اللي عاشها الإنسان العراقي هي عبارة عن فجوات وحالات انكسار كبيرة جدا. نعم. تترك أثرها في شخصية الفرد العراقي من حروب من مشاكل. الإنسان حقيقة وصل إلى مرحلة بأنه تعود على المناظر الدموية فترات طويلة وليست ببعيدة حقيقة. يحتاج بين الحين والآخر إلى نسيان هذه المرحلة. نسيانها من خلال الابتسامة الهادفة، من خلال الأفراح العقلائية، من خلال بناء شخصية الإنسان. والسؤال اللي حضرتك ذكرته إليه، كيف يستطيع الفرد أن يبني نفسه وفق مجتمع محيط به؟ نعم. هذه ممكن نقطة مهمة خصوصا اليوم هي معاناة. نعم 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 نعم. أنه محيط بمجتمع بمختلف السلوكيات تبتعد عن العادات. ننطلق من منطلق الإمام علي: من صاحب الأخيار وقر ومن صاحب الأنذال حقر. كأنما هذه دائرة. نعم. تضع نفسك بها تحصن مثلها مثل السياج الذي يحمي الدار. من صاحب الأخيار وقر ومن صاحب الأنذال حقر. والأصدقاء هم الأساس لبناء شخصية الإنسان. هؤلاء الأصدقاء هم عبارة عن نقاء وعبارة عن حالة إيجابية وعبارة عن رصيد يزداد في شخصية الإنسان. أما الأشخاص السلبيين فهم عبارة عن أشخاص يستنفذون رصيد المرء شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مرحلة وقد انتهى حتى أصبح يعني سمعته لا شيء. للنقطة الأولى اللي هي الانتقاء. أحسنتم. والانتقاء سواء كان انتقاء العائلي انتقاء حياة الانتقاء. نعم. حقيقة مبنية على البقاء للأصلح. خلنا نستغل استعير نظرية الغربيين. نعم. البقاء للأصلح. البقاء للأصلح وليس للأقوى وليس لل البقاء للأصلح الأخلاق، البقاء للأصلح في المبادئ، القيم، الأهداف المهمة. صحيح قد تكون للأموال لها سطوة، قد تكون كذا، لكن نرى بأن التاريخ قد خلد أصحاب المبادئ، أصحاب القيم. كم من الأموال حقيقة قد ذهبت؟ أصحاب الأموال أين؟ أصحاب القصور، أصحاب السلطة، أصحاب الجيوش الجرارة حقيقة. لكن أصحاب الأخلاق، أصحاب المبادئ، حتى سبحان الله عندما يذكرون يترحم عليهم الصغير قبل الكبير. هذا هو الرصيد حقيقة، هذا هو الرصيد الإنساني اللي يطمح لك الإنسان، والذي نتمنى بأن من الله عز وجل بأن يوفقنا بأن نسير على هذا الطريق. نعم. شلون نقدر رجع عاداتنا وتقاليدنا؟ سؤال صعب ممكن بأبواب كثيرة، ممكن حتى الملامح تتغير من هنا. نعم 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 نعم. لابد لكل شخص فلسفة خاصة. نعم. لكل شخص. هي إرجاع العادات والتقاليد هي ليست عبارة عن كبسولة أو شراب من الدواء نأخذه فنعالج. نعم. لكل شخص عبارة عن فلسفة خاصة في أسرته وفي مجتمعه. جميل. يستطيع أن يقيم ويحدد ويبين العلاج لهذه الأسرة ولهذا المجتمع ولهذه الطبقة. قد تكون اختيار كما عدنا بداية الموضوع، اختيار المناطق التي يذهب إليها أسريا، اختياره للزوجة، اختياره للعائلة، اختياره للطبقة، اختياره للمنطقة، اختياره للأسرة، هذا الاختيار أول أساس لبناء شخصية الإنسان هو اختياره الجيد. جميل. نعم. ليش ما تأثرت العادات والتقاليد بذلك الزمان
اليوم قاعد اشوفها اكيد ما تاثرت لانه المغريات كانت قليله، مغريات الانسان كانت قليله جدا. هذه المغريات حقيقه من التكنولوجيا، نرجع الى المحور الاول، من اساليب الاعلام الحديث المؤثر، من المتعه كانت محصوره باساليب بسيطه جدا. اما حاليا المتعه فتعددت، منهم من يرى المتعه بالموبايل، بالانترنت، بالسفر خارج البلاد، بالذهاب الى المدينه الفلانيه، بالذهاب الى المدينه الفلانيه. لكن سابقا كانت المتعه هي عباره عن ملابس بسيطه، والعيديه وصينيه الكليتش البسيطه، هي هذه ذروه العيد كانت لدى الانسان البسيط حقيقه. خلي روح شويه للعيديه. نعم نعم، صراحه انا دائما اطرح هذا السؤال على ضيوفي بمختلف اختصاصاتهم. نعم. خلي روح للجانب النفسي، شنو الحافز النفسي او نعم الدافع نعم النفسي، او شنو تسوي العيديه النفسيه؟ العيديه هي نقدر نقول هي اقرب للبروتوكول، كرنفال، عباره عن ارث جميل جدا. نعم. ترتبط بماضي سحيق، هي شيء جميل جدا، وكل جميل هو مندوب ما به لا قضية مثلا إشكال، إذن هو يبقى شيء جميل. إفراح الطفل، عملية فرحة الطفل هي شيء حسنة، هي ابتسامة أخيك المسلم، هي عبارة عن الابتسامة في وجه الإنسان المسلم هي عبارة عن حسنة وصدقة، فكيف بفرحة هذا الطفل؟ فقضية نفسية، شعور الطفل بهذه الفترة وبهذا الزمن بأنه كان ينتظر فترة سنة كاملة فترة العيد. نعم. لماذا؟ بأنه سوف يأتي العم والأب والخال والجد والجدة، يجتمعون في بيت واحد، يلتقون، معروفة بأنه حياة الأسرية ومشاكل الحياة والعمل، ولكن في هذا اليوم يجتمعون، وسوف يوزع لهم مبلغ من الأموال. هذا التوجس وهذا الانتباه وهذا الانتظار بحد ذاته شيء جميل جدا، ينبغي عدم صراحة إهماله. فقط للأطفال؟ الأطفال لا، الأطفال طبعا هنا راح يكون مجالها المحدد الأول لربان السفينة، قد يكون الجد، قد يكون الأخ الأكبر، قد يكون لكن تركيزنا على الأطفال، لأنه الأطفال مثل ما ذكرنا بأنه أكثر شريحة الكبير يستطيع أن يأخذ حقه بيده صريحة، ما كل إشكال، إحنا متفقين على هذا الشيء. لكن الطفل يبقى طفل، هو مغلوب على أمره، هو ضعيف حقيقة. الطفل هو عبارة عن شخص بسيط جدا، متلهف للكلمة، متلهف للعطاء، متلهف لكل شيء. فيجب هذا الكرنفال أتمنى يبقى، وأن يزداد الاهتمام به في هذا في هذه الأيام صراحة. خصوصا في ثاني أيام العيد. نعم يعني نعم. بعد أكو. لا بعد أكو، تستمر إلى آخر يوم أكيد. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. جمال كلماتكم. يحفظكم الله. الله يبارك فيكم. قدم للمشاهدين. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. يحفظكم الله. إذا مشاهدينا الأحبة، هنا ختام حلقتنا الثانية من برنامج فرحة عيد، أكيد بفقراتنا الممتعة التي طرحت وتقدمت، وبحوارنا الذي أخذنا لمنعطفات كثيرة وأبعاد كثيرة بمجتمعنا لهذا اليوم. آخر ما أقوله بهذه الحلقة، العيدية مهمة، لا تنسون العيدية، هذا ما ركزنا عليه، خصوصا أطفالنا، إحنا منتظرين، هم منتظرين العيدية من عندنا، كذلك الكبار لازم نحن عليهم العيدية. كلمة طيبة للكبار هي أكبر عيدية طبعا صراحة، الكلمة الطيبة. كلمة طيبة، إحنا توادرنا الآن زملائنا الأحبة اللي حاضرين، الله يحفظكم، انتظروا العيدية، قالوا إحنا نريد العيدية، الله يحفظكم، فإجاكم الرد بالكلمة الطيبة. الله يحفظكم، الله يسلمكم، شكرا، الله يحفظكم. إذا مشاهدينا الأحبة، هنا ختام باكر ملتقانا إن شاء الله بحلقة جديدة، إلى اللقاء. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.